ولقد كرمنا بني كتاب
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تتركن إليهم شيئا
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلتي فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك
إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة السماء كما زعمت أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء أو ترقى
سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا صدق الله.